شيخ راشد، أبرز الخطوات اللي ممكن تساعد الأهل في أنهم ينشئون الجيل الجديد عيالهم بعيدة عن صفة التكبر؟ تنشئة أجيال بعيدة عن التكبر تحتاج إلى قدوة متواضعة يبين لهم عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن الكبر والكبرياء لله وحده، وأن من ينازعه فيه يناله منه وعيد شديد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. ويربيهم كذلك على أن العزة ورفعة المكانة لا تكون إلا بالتواضع، فما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن يعرفهم بأنفسهم ويعرفهم بربهم جل وعلا، فمتى ما عرف الإنسان نفسه عرف أنه لا يليق به إلا التواضع، ومتى ما عرف الإنسان ربه عرف أن الكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى.